مرحبا، حلقة جديدة من سفرة شهية، وفعلا اليوم سفرتنا هنية وشهية. عنا فيليه هامور رح نعمله بعدة طرق، رح تستغربوا من أول اسم رح تسمعوه. اليوم رح نعمل قطايف بقورمة السمك. عادة السمك نحن معودين ناكله يا مقلي يا مشوي، وماكسيموم ممكن نسله إذا عنا حالة صحية معينة. اليوم رح حضر قورمة كتير طيبة، فيها بصل وثوم، برشة زنجبيل صغيرة، برشة حامض صغيرة، وسمك مربعات مع شقفة لية. رح حمصهم كلهم على النار ليعطوني الطعم الطيبة. بالنسبة للبهار رح حط رشة كمون مع رشة عقدة صفرة كتير صغيرة. عندي عجينة قطايف كتير طيبة، بترك الحشوة تسقع، بحطها بقلب العجينة، بطبقها وبقليها، برجع بقصها بالنص. تخيلوا معي كل هالمزيج هيدا، كل هالكومبينيشن، سمك مع عقدة صفرة مع زنجبيل مع بصل بعجينة القطايف، قد ايه بده يعطيني طعمة طيبة. تاني طبق كمان فيليه هامور سمك. اليوم رح نعمل ابيتايزر، يعني مقبلات بقطايف السمك، ورح نعمل طبق اساسي. جبت معي اليوم حليب جوز الهند، وعندي توت بري. رح اغلي حليب جوز الهند اللي هو عنده قيمه غذائيه كتير عاليه وقيمه صحيه كمان، مع التوت البري اللي هو رقم واحد بالعالم من ناحيه الغذائيه للفواكه. رح اطحنهم مع بعضهم، ما رح اعرضهم كتير للحراره، غلوه صغيره وحده بنسكبها، بتصير الصوص مع السمك بلا جرنيتور، طبق اساسي طيب. رح زين بورق الموز، وبنفس الوقت رح حضر نشا مع بيض كامل للت شقفة السمك بقلبه وقليها. ممكن تنشوى ممكن تنقلها، بس أنا بالنسبة لقلي طعمة القلي، هالاندماج بين الزيت النباتي السخن والسمك والبيض والنشا كله سوا والزنجبيل بيعطيني الطعمة طيبة. أطباقنا لليوم قورمة السمك بالقطايف. نحن بحاجة لهالطبق لعجينة قطايف 12 حبة، بصل أبيض ناعم حبة كبيرة، ثوم 3 حبات، زنجبيل أخضر ربع ملعقة صغيرة، كمون رشة، عقدة صفرة رشة، لية غنم حوالي 50 جرام، فيليه سمك الهامور 300 جرام، برش حامض وملح. طبقنا الثاني فيليه الهامور بالتوت البري. نحن بحاجة لهالطبق لفيليه هامور قطعة وحدة 400 جرام، بيض عدد واحد، نشا ناعم 100 جرام، زنجبيل أخضر رشة، زيت للقلي حوالي نصف لتر، حليب جوز الهند 200 مليلتر، توت بري حامض حوالي 15 حبة، قشرة موز للزينة. رح نبلش نحن وياكم بالقورمة. قلنا المكونات فيليه الهامور، بدنا نقطعها مربعات، مربعات حجم صغير. عادة السمك بيخسر 40% من حجمه بقلب النار، يعني إذا كنت عم بقلي أو عم بشوي السمك، عادة بين الني والمقلي والمشوي الحجم تبع قطعة السمك تخسر حوالي 40% من حجمها. عندي تقريبا حوالي 300 جرام من فيليه الهامور، بدي مقابلهم 100 جرام بصل، بدي تقريبا حصين او ثلاثه ثوم، برشه زنجبيل صغيره. وهلا منشوف كم حبه قطايف رح يعملوا معنا، بس اكيد القرار بيعود للحشوه اللي عم نحطها. يعني إذا الحشوة اللي عم نحطها حجمها كبير، بده يكون في عندي كمية قليلة من القطايف. إذا بقلل الحشوة بقلب العجينة بيطلع عندي الكمية الوافرة اللي أنا بحاجة لها. دايما لما بكون عم بستعمل مواد غذائية مثل لحمة أو دجاج أو سمك نيئة، أول ما بستعمل الكف لازم فكه، شيله على جنب، حط كف جديد محله. بيفرق الوضع عن البصل والخضار والمواد الناشفة. يعني بالبصل فيني استعمل بصل وثوم وزنجبيل مع نفس الكف اللي أنا عم حطه، بينما لما أكون عم بشتغل بالدجاج وسمك أو لحمة كل مرة لازم يتغير الكف. بصل ناعين، رح نستعمل بصلة حجم وسط، الفرم تبع البصل بيكون متوسط، حبوب الثوم مثل ما بنستعمل كل مرة،
بنفقش حبة الثوم وبنرجع بنفرمها بالسكين، حبتين من الثوم، قطعة الزنجبيل رح ابرشها على السمك، الزنجبيل الأخضر حسب الرغبة، قد ما بحب تكون نكهة الزنجبيل ظاهرة بقدر كترها، بس بشكل عام الزنجبيل ممكن يمرمر معي إذا كترت منه على طبق، يعني عادة حيلا طبق بكون عم حضره، إذا بحط زنجبيل أخضر بكمية عالية شوي صغيرة ممكن تمرمر معي الطبخة. طنجرتنا على النار، شوية زيت زيتون، علقة بضع نقاط، لية مفرومة تقريبا ملعقة كبيرة، حطيت شوية زيت زيتون ورجعت حطيت اللية، بخلي زيت الزيتون يحمى شوي صغيرة، ما بحط اللية مباشرة بكعب الطنجرة ممكن تلزق معي على الحرارة قبل ما تدوب، بينما لما بحط زيت الزيتون بيندمج زيت الزيتون مع اللية من مال بيعطيني طعمة طيبة ومن مال ما بتعود تلزق معي بكعب الطنجرة. بدي انطر اللية شوي صغيرة للدوب بهالحالة هيدي، نرجع بنحكي انا وياكم عن الطبق الثاني اللي رح اعزله بيضة تقريبا ملعقتين كبار من النشا، هاي ملعقة كبيرة مليانة وهيدي ملعقة تانية، رح اعتمد نفس اسلوب برش الزنجبيل، دايما الزنجبيل الاخضر بيعطيني طعمة مختلفة عن الزنجبيل البودرة واكيد طعمة اطيب. حركت النشا مع الزنجبيل مع البيض، بدي تقريبا كمان ملعقة من حليب جوز الهند، ملعقة كبيرة، هيدا المزيج خاص بنقع السمك او بلت السمك، يعني فيني انقع فيه السمك قبل بنهار تاني يوم فوتو على الفرن بيطلع عندي سمك مقرمش، وفيني لت فيه السمكة بهالشكل هيدا حوالي العشر دقايق ربع ساعة وبرجع بقليها. بلش يطلع عندي صوت اللي عم بتدوب مع هالريحة الحلوة اللي بتعطيني اياها اللية، فعلا عندي ريحة حلوة كتير لأنه نية الغنم بتعطينا ريحة على النار ولا أروع من هيك وأكيد طعمتها طيبة. البصل الناعم رح خلي اللوحة على ايدي وعد انا وياكم 5 4 3 2 1، ارجع حط التومات، قلية بصل، توم اللي عم بتدوب على مهلة ريحة حلوة كتير، هون محضر قطع فيليه السمك المربعات مع الزنجبيل البودرة،
تقريبا لتذوب اللية ويتقلى البصل مزبوط بدي حوالي لدقيقتين، وبنفس الوقت لأحصل على نكهة معينة بدي وقت، بدي الحرارة تسيطر على كعبة الطنجرة ترجع تذوب المواد الدهنية اللي أنا حاططها، يفوت البصل بقلبها يبلش يتقلى يشقر على اللبناني يتحرقص ويعطيني الطعمة الطيبة. رح حضر الكمون والعقد الصفرة اللي هن نوعين البهار اللي رح استعملهم. سمك مع الزنجبيل، عندي مزيج رائع جدا، عندي أروم أخذته من البصل والثوم والزنجبيل، وعندي نكهة من المواد الدهنية اللي هي بلية ونكهة وريحة ولا أروع من هيك. عم حضر قوارمة السمك، في عدة طرق قادر استعمل فيها القوارمة السمك، ممكن حطه بخبز مرقوق ويصير عندي مسخن بقوارمة السمك. اليوم رح اعمل شيء من وحي المناسبة شوي صغيرة، عجينة القطايف هي اكثر عجينة مرغوبة عنا وطيبة، رح احشيها واترك حبتين ثلاثة طرايا نيين والبقوي رح ارجع اقليهم. عم تتخيلوا معي هالمزيج قديش طيب، هالعجينة القطايف المليانة قوارمة السمك لونه اصفر من العقد الصفرة واللي طعمته من الكمون حلوة كتير مع عصرة حامض كتير صغيرة، تكوين رائع لنكهة حلوة كتير لقطايف بقوارمة السمك طيبة. رشة ملح خشن، ملعقة صغيرة من العقد الصفرة، ملعقة كبيرة من الكمون، بلش اللون الأصفر يسيطر على السمك وعلى البصل مع اللية، نسكر على طنجرتنا ننطرها فترة دقيقتين لثلاث دقائق كحد أقصى، لأنه السمك هو من المواد الغذائية السوفت الطرية، ما بدها درجة حرارة عالية لتستوي، ما بدها فترة زمنية طويلة لتستوي، وخاصة أنه السمك هو فيليه مجروم من العظم. فيليه الهامور، حضرنا زليل بيض مع الصفار، حطينا ملعقتين كبار من النشا، برشنا شوية زنجبيل أخضر، رح أطحن شوية بهار حب، شوية ملح، رح لت فيليه السمك، حمي الزيت وبنرجع نحن وياكم نقلي الفيليه، بنحضر الصلصة وبنحضر القطايف مع قوارمة السمك. قوارمة تقليت، السمك له طعمة رائعة جدا، أكيد فيه العقد الصفرة والكمون مع اللية الطبيعية اللي حطيناها لية غنم، هالمزيج كله سوا عطانا طعمة كتير طيبة. حطيت قدامي صنوبر ولوز وجوز، وكنت محتار شو بدي حط
شي فواكه زيتيه مع السمك. الثلاثه كانوا عطيوني طعمه طيبه. الصنوبر لو قليته، اللوز لو حمصته، بس الجوز رح حطه ني. بهالطريقه هيدي بكون ضفت قيمه غذائيه وبنفس الوقت بقت الجوز ني ما انقلى ولا تحمص، يعني بقيت قيمته ونكهته فيه. عاده بنحط ثلث الكميه، يعني اذا انا عندي تقريبا حشوه بعد الطبخ 200 جرام بحط لها تقريبا حوالي 60 جرام من الجوز. يستحسن انه يتقطع على السكين بهالشكل احلى ما ينفرم على المكنه، بينما بغير حلقات رح يكون في عنا اصناف نضطر نطحن الجوز على المكنه لانه بدنا اياه هالقد ناعم قريب من الجوز البودره. هو والسمك على النار، ما حطيت له عصير حامض، فضلت اترك الحامض للبارد. بدي كميه كتير صغيره من عصير الحامض الطبيعي. العقد الصفراء دغري بحل لونها على اي ماده اسيد بحط لها اياه. عجينة القطايف عجينة طبيعية، إن شاء الله بحلقات أخرى بنعمل العجينة نية وبنخبزها معكم على الهواء. طريقة التسكير قريبة كتير من تسكير القطايف بالجوز أو بالجبنة. كنت عم أقول بالأول الحلقة العدد اللي بده يطلع معي من القطايف مبني على كمية الحشوة اللي أنا عم حطها. هلأ بالوقت الحاضر عم كتر حشوة بقلب العجينة كرمال تطلع العجينة معي بومبي. هون رح أقدمهم نيين. هلا رح أعبي وحدة تكون كمية الحشوة بقلبها ضعيفة شوي صغيرة، يعني بهالطريقة هيدي ما كترت، ممكن تمد معي والاثنين مزبوطين، يعني بقدر حط القليل من الحشوة اترك العجينة زيادة. هلا بقليها وبعد القلي ممكن ينحط لها شوية طراطور طيب أو ينعمل لها شي صلصة حرة، صلصة السمك الحرة كمان عملناها بحلقة أنا وياكم. هالتوم مع الكزبرة مع الفليفلة مع الجوز مع الطحينة، نغليهم كلهم سوا على النار مع عصرة حامض وشوية عصير برتقال، يعطونا طعمة كتير طيبة. رح خلي كم حبة نيين ورح أعمل كم حبة مقليين ونسكب جاط مزين حلو نحط له شرحات الحامض. حتى لو ما قدمت ولا أي صلصة، يعني لو قدمت قطايف أو أرمى السمك مع عصير الحامض أو مع قطع الحامض أكلناها أو انعصرناها فوق منه رح يعطينا طعمة كتير طيبة. رح أترك هالقطايف شوي وروح أنا وياكم على النار لقلكم شو الطبق الأساسي اللي رح نحضره اليوم. عملنا فيليه الهامور، عملنا مزيج من النشا الناعم مع البيض مع الزنجبيل، طحنا عليها شوية ملح وشوية بهار أسود. محضر عندي هون حليب جوز الهند واللي عنده قيمة غذائية كتير عالية وقيمة صحية، ومحطر كمان هالتوت البري الأسود الحلو. رح تكون الصلصة عندي كتير سهلة، حليب جوز الهند مع التوت البري الأسود اللي فيه هالقرصة الحامض. رح أطحنهم على البلندر، اسكب الفيلي زين فيها واترك حبة أو حبتين من هالتوت للزينة. حمص شوية لوز ورشهم على الوجه. هيدي قطعة فيليه الهامور فيها البهار، هالمزيج المحضر كناية عن نشا ناعم زنجبيل وبيض، وأكيد حطيت ملح وبهار. كيف فيني أعرف درجة حرارة الزيت؟ بشيل نقطة من الحشوة بحطها فوق الزيتات، الظاهر انه الحرارة صارت معتدلة. هالحشوة اللي عم حطها على قطعة الفيليه رح تعمل عندي تلبيسة كروستيون محمصة، نكهتها طيبة، شكلها أشقر، والفورم تبعها كتير حلو، رح يطلع فلافي شوي صغيرة. رح أعمل هالتوت مع جوز الهند، بطحنهم حليب جوز الهند
مع التوت البري بطحنهم بسكبهم بزينهم وبنقدم لكم اياها. هيدا هو اللون الأشقر الحلو اللي كنت عم بحكي عنه، والسبب تطلع معي هيدا اللون هو النشا مع البيض مع شوية زنجبيل، وعندي ريحة حلوة كتير. تتخيلوا قديه بتستمتعوا انتوا عم تقلوا أو تشووا أي صنف معين، تبقى هالأروم وهالريحة الحلوة طالعة منه، دلالة إنه أكيد طبقنا رح يطلع كتير شهي من سفرة شهية. هالكوش الحلوة اللي أخذتها السمكة مسؤولة عنا المزيج، أو مسؤول عنا المزيج اللي عملناه من البيض مع النشا مع الزنجبيل. حطينا اللوزات ليتحمصوا بالمقلاية، منحضر حليب جوز الهند، نترك اللوزات يندمجوا مع المواد الدهنية ومع هالسمكة اللي مبين لونها لعندكم قديش أشقر وحلو، استواءها ممتاز، الحرارة فاتت، برمناها أكثر من مرة، اللوزات عم يتحمصوا. ريحة ولا أروع من هيك، غلي حليب جوز الهند بيعطي طعمة كتير طيبة، المزج مع الخواص الطبيعية اللي نازلة من السمكة، اللوز اللي كان عم يتحمص، المواد الدهنية اللي حاطينا. هلأ بيجي معنا وقت التوت، شوي محتار بين إني أطحن التوتات أو أتركهم حبوب، رح أستعمل طريقتين. رح ارجع زيد شوية حليب جوز الهند ليطلع عندي خواص، بطحنه على البلندر مع التوت ليطلع معي هاللون الحلو اللي مش معروف اذا اسود او ابيض بين الاثنين، بطحن شوي كمان من اللوز بيطلع معي صلصة مبرغلة شوي صغيرة، بس اكيد عندها طعمة ولا اروع من هيك. حبوب القطايف جاهزين، حمينا الزيت، صار فينا ننقل سمكتنا على نار معتدلة شوي، وننقل زيتاتنا على نار قوية، منخفف النار تحت الاثنين، درجة حرارة الزيت حلوة كتير، قطايف محشية أورما. بهالطريقة رح يسقع معنا الزيت، دغري بنرجع من قوي تحت منه.
لو كنا عم نقلي قطايف بالجوز او بالفستق الحلبي كان مفروض نحضر حد منا قطر، بس بما انه عم نقلي القطايف مع القورمه تنشال دغري تتزين ببرش الحامض مع ترونشات الحامض. طبقنا صار جاهز، قطايف مقلية بقورمة السمك، حطينا بصل ناعم، ثوم، زنجبيل، قطع من فيليه السمك لية، والشرحات الحامض لنستعملهم فوق القطايف. الطبق الأول خلص، قطايف مع القورمة، نكهة الكمون، لون العقد الصفرة مع حشوة السمك طيبة، ما علينا إلا نفتح حبة القطايف نعصر لها عصرة حامض ونكلها. رح روح أنا وياكم على سكب الطبق الثاني. نستعمل ورقة الموز، حضر شرحات الحامض، شوي من الملح الخشن المخلوط مع بابريكا الحلوة، هنحط حبوب التوت، هالوج ملعقة صغيرة من اللوز المحمص، ملعقة صغيرة من المرق مع حليب جوز الهند، حبة شومر، بضع نقاط من زيت الزيتون. بهالطريقة بيكون خلص طبقنا. عنا فيليه الهامور ملتوتة أو منقوعة بشوي من النشا مع البيض، حطينا لها برشة زنجبيل، طحنة صغيرة من البهار الأسود، حمينا الزيت وقليناها. نحن وعم نقليها حطينا مع شوية لوز تحمص كله سوا، حبوب التوت
وطفيناها بحليب جوز الهند. لما بغلي معي حليب جوز الهند كل الحشوة وكل السمكة وكل التلبيسة اللي عليها شربت هالنكهة الطيبة، تبخر المي من حليب جوز الهند وصار عندي جليزينج تلبيسة كتير طيبة من هالنكهة مع هالتوت اللي فيه قرصة العصير الحامض أو هالقرصة الحامضة الأسيد الطيبة كتير. زينا بزيت الزيتون، حطينا كراس، حطينا عرق الشومر، عنا القطايف مع القورمة، وعنا فيليه الهامور المشوية مع التوت البري وحليب جوز الهند. هدول أطباقنا اليوم من سفرة شهية، طبقين بالسمك، واحد مقبلات وواحد طبق أساسي. إلى اللقاء بحلقة جديدة.